أما الآن مشاهدينا سننتقل إلى فاصل قصير، أو ننتقل إلى أحمد أبو حماد. أحمد أبو، بحب أصبح عليك من جديد من الأغوار الوسطى، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير شاهد، وصباح الخير مشاهدينا، وصباح الخير لكل متابعينا ومتابعين برنامج يوم جديد. تنصب عليكم مرة أخرى من لواء الشونة الجنوبية في الأغوار الوسطى، وبالتحديد من غور كبد. طبعا مشاهدينا، تعتبر زراعة النخيل من أهم وأبرز الزراعات في المملكة الأردنية الهاشمية، حيث تنتج حوالي 15 صنف من التمور، بتم تصدير جزء كبير منها إلى جميع دول العالم. طبعا مشاهدينا، تمتاز التمور الأردنية بالحجم والطعم واللون والرائحة، بالإضافة إلى الجودة العالية. وتحتوي التمور على العديد من العناصر الغذائية والفوائد الصحية والعلاجية، وهي من أقدم الفواكه المزروعة في العالم. طبعا مشاهدينا، راح يكون معنا الآن الباحث والخبير في زراعة النخيل المهندس حسام مصلح. نقول لك صباح الخير ويعطيك ألف عافية. صباح الورد يا سيدي، ونصب عليك ونصب على أسرة التلفزيون الأردني، وبنشكركم على هذه الاستضافة وعلى هذا الاهتمام في مجال التمور والنخيل في الأردن. احنا مهندس يعني موجودين في واحدة من مزارع النخيل، يعني ما شاء الله، يعني موسم، احنا بعز الموسم والقطاف، حابين نحكي بالبداية عن آليات زراعة النخيل وكيف بتم زراعته. يا سيدي، بداية بتم تجهيز الأرض، ومن ثم تخطيطها من قبل الأشخاص اللي موجودين في المزرعة، ومن ثم حفر الجور المناسبة للقطعة اللي بدها يتم زراعتها، ومن ثم غرز الأشتال اللي مجهزة للزراعة. طيب نحكي بالوقت اللي قديش حتى تنتج شجرة النخيل؟ يعني حسب الاهتمام فيها، شجرة النخيل أو الفسيلة أو الأنسجة ممكن من 3 سنوات لـ4 سنوات تبلش تبشر. بدها بيئة معينة، مناخ يعني مناسب، كمان بدها وفرة في المياه. هي بدها وفرة في المياه، بس هي النخلة بتتحمل قلة المياه، بتتحمل مش زي المزروعات الخضروات المكشوفة أو سواء كانت البيوت. بالإضافة أنه بتم تجهيزها، يعني في تشتيلها من سنة ونص لسنتين، ومن ثم زرعتها. نعم، يعني احنا كنا بشهر 3 في بحث واحدة من المزارع النخيل، كنا نحكي عن التلقيح وعن نقل البذور، وعن حتى أنها توصل لمرحلة الإنتاج اللي هي بشهر 8 وشهر 9. طيب احنا موجودين في مزرعة نخيل، حابين نتعرف أكثر مهندس على المزرعة الموجودة، ونحكي عن نوع الثمر الموجود معنا الآن. سيدي، هذا صنف المدجول، هو ملك التمور طبعا، هو أفضل صنف بتمتاز فيه الأردن. وبعد دراسات كبيرة تبين أنه الصنف هذا من الأصناف اللي ناجحة 100% بالأردن. والآن بشهر 3، أنت زي ما أتبعت أخوي أحمد، نزلت على المزارع، كان التلقيح بعشر 3، فترة التلقيح لفترة النضج هي 6 أشهر. الآن بعد أسبوع أو 10 أيام ببلش قطاف الثمار ونضجها 100%، حتى تصير الحبة تمرة وتؤكل. نعم، طيب خلينا نحكي شوي عن بعض الصفات الخاصة فيك. أنا قلت أنه بتتفرد المملكة الأردنية الهاشمية بهذا النوع والصنف من التمور، تحكينا شو أكثر إشي بيميزه؟ سيدي، بيميزه أول إشي الطعم، ماشي، جودة الحبة، فهمت كيف، اللون تبعها. والآن بتعرف بالمملكة الأردنية الهاشمية صار في استهلاك كبير بالنسبة للتمر المجهول، في ناس بطلق عليه المجهول، لكن هو الاسم العلمي المجهول بعد ما تم اكتشافه. ومن ثم في تغطية كاملة للسوق المحلي، والباقي بتم تصديره لجميع أنحاء العالم، مثلا الإمارات، جنوب أفريقيا، فرنسا، أمريكا، الدول هاي كلياتها الآن بتم التصدير من منطقة الأغوار عبوات مخصصة، بالتنسيق مع الجهات اللي بتم تصديرها وشحنها، سواء كان في الطيران أو في البر. والحمد لله الآن في إمكانيات أشخاص فنيين خبراء كثير في مجال النخيل وفي مجال التمور، وصرنا يعني هسه من الدول المتقدمة في زراعة النخيل. في عندنا كمان أصناف ثانية مثل البلح البرحي. جميل، احنا يعني قبل ما نحكي عنه بدنا نحكي هيك بشكل عام عن الأنواع
الانواع الموجوده بالاصناف، وكمان بنخلي زميلنا فايز الزبن لانه معنا قطف من البلح الان موجود بالاسواق كلها. نعم. يعني احنا طول وانت ماشي بالشارع بتشوف بلح موسم يعني. نعمة. طبعا نعمه سيدي، هي النخل سبحان الله لها سر، هي سبب يعني انا النخل بعشقه، وهي سبب السعاده وسبب الفرح. والنخيل هسه يعني بيمتاز انه يعني حتى المواطنين الاردنيين اللي بيطلعوا على الحج وبيطلعوا على العمره بيعتمروا، صاروا اغلب التمور ياخذوها من الاردن من البلد هذا. الان احنا بتعرف هسه الصنف البرحي تم قطفه يعني، وما يزال لسه متبقي بعض الاشياء على الشجر النخيل. بعد قطف البرحي بيتم قطف المجهول ومن ثم بيعه مباشرة للسوق، وفي إشي بيتخزن في غرف تبريد حسب درجة معينة لمدة أطول. طبعا طبعا بيمتاز المجهول مش إنه يعني إنه بتبيعه وبيخلص من السوق، بتبقى قد ما بدك يعني على مدار السنة موجود في أسواق متخصصة عندنا في الأردن هون بتبيع التمر المجهول وين ما بتروح، سواء كان في السوبر ماركت او بالهايبرد او بالشو اسمه، بالاضافه للمعارض اللي بتنظمها الجهات اللي هي وزاره الزراعه او جمعيه التمور. بيتم التنسيق مع جميع المزارعين على اساس اللي بده يعرض في اي معرض بضاعته بيتم مشاهدتها وبيعها مباشره من المزارع للمستهلك مباشره وباسعار مناسبه جدا. نعم، خلينا نشوف كمان واحد من الشباب يعني قطف لنا فصيل كامل ما شاء الله من خيرات بلدنا. تفضل مهندس. طبعا مشاهدينا وعلى الهواء مباشرة هذا الخير، يعني طبعا هذا الصنف اللي بيمتاز في المملكة الأردنية الهاشمية بشكله وبحجمه ولونه وطعمه، وهذا بتم تصديره جميع دول العالم وأكثر يعني أكثر بتصدر لجميع دول العالم وبتمتاز في المملكة الأردنية الهاشمية. تحكي لنا عن آليات القطف اللي بتستخدموها مهندس. سيدي آليات القطف هسه ممكن يدوي وممكن يكون في رافعات، وبتكون طبعا مجهز العبوات المختصة للقطف بتم قطفه، وبعدين للمشغل بروح بتم فرز وغسيل التمر المجهول، وانتم تعبئته بكراتين مخصصة له سواء كانت حسب الكمية كيلو أو 5 كيلو. نعم. ومن ثم طرحه على السوق المحلي وتصديره للدولة اللي بتكون طلبية الصنف. نعم طيب جميل خلص نزلوا مهندس. طبعا حابين نحكي شوي عن الفوائد الغذائية الصحية وبعض العناصر الغذائية اللي بيحتوي عليها التمر أو البلح اللي موجود معنا. سيدي بالنسبة للتمر المجهول أو التمر بشكل عام هو كنز وغذاء كامل، يعني أي شيء الجسم بيكون فيه نقص عند الإنسان إذا بتاكل التمر بوفي النقص اللي عند الإنسان. طبعا هو مساعد للدم، مساعد للأمعاء، للمعدة، للقولون، لمرض السرطان، مكمل غذائي كامل. يعني في فترة في قصة طريفة هيك في دراسة علمية لمنطقة من مناطق هي منطقة الواحات، اجوا عملوا دراسة عليها ليش المنطقة هاي هي منطقة الواحات ما بنصابوا في أمراض بعيد عنك الخبيث أو السرطان. فبعد دراسات وافية لقيوا أنه السبب الرئيسي هو الأكل التمر تبعهم. وانت عارف الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والصحابة جميعهم كان الغذاء تبعهم والفطور تبعهم هو مادة التمر. نعم. طيب مهندس بنهاية حديثنا حابين نحكي عن نصيحة للمزارعين لإيجاد أو الإقبال، طبعا هو زاد الإقبال من قبل المزارعين على زراعة النخيل، ويعني بعض تركوا بعض الزراعات التقليدية اللي بتعتمد على بعض المواسم وأصبح هناك إقبال كبير على زراعة النخيل. تحكي لنا نصيحة صباحية لهم ومدى وفر يعني مدى إنتاجية هذا النوع من الزراعات ومدى فوائده على وعلى أيضا على المواطنين وعلى التصدير وجميع الأمور. سيدي بالنسبة للموضوع هذا مهم جدا، يعني أنا بدعو مش بس المزارعين، يعني حتى لو زينة كل واحد فيه عنده مجال متر يحط شجرة نخيل، لأنه شجرة النخيل أول إشي بتصمد بتتحمل ما بتصرف، هي يعني بتعطي كمان جمال
حضاري للمنطقة اللي أنت بتزرع فيها. وأنا بدعو كمان في أراضي للمستثمرين أغلبهم بيكونوا خارج البلاد إنهم يستغلوا الفرصة إنهم يزرعوا في الأراضي الفاضية تبعتهم هاي، على أساس إنه يعني بتعرف منطقة الأغمار صارت منطقة واحات، يعني خلينا نسميها صارت منطقة واحات، وكل سنة في سنة ازدياد، يعني قاعدة بتزيد المساحات، قاعدة بتزيد أزهار النخل، الكميات متوفرة عندنا إحنا، الفسائل أو الأنسجة اللي بنزرعها عندنا كميات كبيرة منها يعني، وعندنا فائض وقاعدين بنصدر هسا، يعني مثل زي مصر أو ليبيا قاعدين بياخذوا الفسائل الصغيرة هاي بزرعوها كمان قاعدين عندهم لأنه عارفين الجودة تبعتها. فأنا يعني بدعو وبنصح الأشخاص اللي أراضيهم فاضية إنهم يستغلوها ويزرعوها. واللي بصعب على إشي يعني أنت عارف وزارة الزراعة موجودة متعاونة معنا، أشخاص معنيين فنيين في الميدان بيقدروا يستفسروا وبيقدروا يصلوا للإشي اللي بدهم إياه بكل سهولة وكل مرونة، والشغلة مش صعبة يعني، بس هي يعني بدها خبرة والتوفيق من الله. كل الشكر، الله يعطيك العافية، الله يديمها الخير على بلدنا ويديمها الثمر الرائع والمميز. كل الشكر، يعطيك العافية. أهلا وسهلا، شكرا لك وبشكر التلفزيون بنهاية المشوار. طبعا مشاهدينا مثل ما شفتوا كنا معكم وعلى الهواء مباشرة من لواء الشونة الجنوبية وبالتحديد من الأغوار الوسطى وبالتحديد أيضا أكثر في منطقة غور كبد. حبينا اليوم نشارك المزارعين والنشامة الأردنيين في مزارعهم، مزارع النخيل، لحتى نتعرف أكثر على هذه الزراعة الرائعة والمميزة واللي زاد إقبال المزارعين عليها، وأيضا حتى نتعرف على هذا الثمر، على خيرات بلادنا، هذا الثمر اللي امتازت في بلدنا وأصبحت من الدول الوحيدة المصدرة لهذا النوع من التمر، ثمر المجهول اللي بيمتاز بالعديد من الميزات، منها اللون، الطعم، الرائحة والحجم والجودة العالية. راح أخليكم بعض أيضا اللقطات الصباحية مع بعض المزارعين من مزارع النخيل في الأغوار الوسطى. صباحكم سعيد مرة أخرى.